صدور امر ملكي يقضي بان تكون ايام العمل الرسميه من يوم الاحد الى يوم الخميس وتكون العطله الاسبوعيه في يومي الجمعه والسبت في كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكوميه والماليه. قاد الله ظهيرتكم بكل خير الى تفاصيل الانباء. بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي الرقم الف تقسيم 185 وتاريخ 14/8/1434 للهجره. بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء على ما تقتضيه المصلحه العامه وانطلاقا مما تفرضه المكانه الاقتصاديه للمملكه والتزاماتها الدوليه والاقليميه وتوجهها نحو الاستمرار الامثل نحو الاستمرار الاستثمار الامثل لتلك المكانه لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها ونظرا لما ظهر لنا من الاهميه البالغه لتحقيق تجانس اكبر في ايام العمل الاسبوعيه بين الاجهزه والمصالح الحكوميه والهيئات والمؤسسات الوطنيه وبين نظيراتها على المستوى الدولي والاقليمي لما يترتب على ذلك من مصالح ظاهره وما يحققه للمملكه من مكاسب هامه وبخاصه بالجوانب الاقتصاديه وحرصا منا على وضع حد للآثار السلبيه والفرص الاقتصاديه المهدره المرتبطه باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزه والمصالح والمؤسسات والهيئات الوطنيه ونظيراتها الدوليه والإقليميه. وبعد الاطلاع على الأنظمه ذات العلاقه أمرنا بما هو آت. أولا: تكون أيام العطل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. ثانياً يعمل بما ورد في البند أولاً من هذا الأمر على النحو التالي: واحد فيما يخص الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وسوق المالية السعودية اعتبارا من يوم السبت عشرين ثمانية ألف واربعمية وأربعة وثلاثين الهجرة الموافق تسعة 6 ستة وثلاثة عشر ميلادي. اثنين. فيما يخص الجامعات والمدارس وكافة مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم 1434 الهجرة 1435 الهجرة ثالثا تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل ما يلزم بما يتفق مع ما ورد في البند أولا من هذا الأمر رابعاً يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه عبد الله بن عبد العزيز ال سعود